إذا كان أحد اهتماماتك هو الهجرة للولايات المتحدة الأمريكية فالفيديو ده ليك. كل سنة الولايات المتحدة الأمريكية بتعمل برنامج للهجرة العشوائية، بيتم اختيار 50,000 واحد للهجرة إلى الولايات المتحدة الأمريكية من كل دول العالم، فدي فرصتك للتقديم. قبل ما أخدكوا في الطريقة إزاي تقدموا وإزاي طريقة التقديم للهجرة العشوائية، لازم أبقى صريح معاكم. أنا عن نفسي قبل ما أقدم هجرة لكندا قدمت حوالي 9 سنين وللأسف ما تقبلتش ولا في مرة، بس في بعض الأصدقاء منهم صديق مقرب مني السنة اللي فاتت قدم وحصل معاه شوية ظروف كده، إن ترامب لغى القرعة بتاعت الهجرة العشوائية، راح رفع قضية وكسب القضية وسافر هو مجموعة من الناس، والناس التانية للأسف راحت عليها. يعني اللي رفع قضية كسب وكمل في الإجراءات والسفارة خلصت ورقه، اللي ما رفعش للأسف اضطر إن هو يعني راحت عليه وكأنه ما قدمش. بس هل في ناس بتكسب؟ في ناس بتكسب. أنا عن نفسي قدمت 9 سنين وما اتقبلتش، مش حاجة تقدر تعتمد عليها، هي يا نصيب كأنك بترمي ورقة حظ كده، يعني دي ما تعتبرش هجرة تقدر تعتمد عليها وتقول أنا قدمت هجرة لأمريكا ومستني إن هما يبتوا في الطلب بتاعي، لأن من مصر تقريبا بيقدم حوالي 2 مليون كل سنة وبياخدوا حوالي 6,000، فنسبة ضعيفة جدا جدا لو أنت تم قبولك يعني. فكان لازم أبقى صريح معاكم، لأن أنتوا زي ما أنتوا متعودين مننا دايما بنبقى صراحة معاكم في الكلام. تاني حاجة من المميزات بتاعتها وأنا شايفها ميزة وعيب، ميزة إن مفيش شروط خالص تقريبا للتقديم، ان انت يكون معاك شهادة ثانوية عامة وصورة مناسبة بالمواصفات معينة، هوريكم الكلام ده في الفيديو، وكمان ما يكونش عندك اي جريمة، ما ارتكبتش اي جريمة، عشان ما يعني ما فيش عندك كريمنال ريكورد يعني. فلو انت محقق كل الشروط دي ما فيش اي مشكلة تقدر تقدم. وتاني حاجة تكون من البلاد اللي هي معتمدة للتقديم، في كذا دولة ممنوع انهم يقدموا لانهم استنفذوا الكوتا بتاعتهم، منهم مثلا الصين كمان باكستان بس. فانت لو مش من الدول دي فانت تمام تقدر تقدم، مفيش عندك اي مشكلة. العيوب بقى بتبقى بسيطة جدا، يعني ان الموضوع مفتوح لاي حد يقدم، مفيش اي شروط ولا كرايتيريا ولا نقط ولا لغة ولا اي حاجة، فبالتالي الموضوع سداح مداح، فاي حد يقدم بيتقبل، الموضوع عام للجميع. فخلاص يعني الكرايتيريا مفيش، فممكن تلاقي مثلا 20 مليون واحد مقدم من العالم كله بياخدوا منهم 50,000 بس في السنة، فده للأسف أحد عيوب الموضوع. وللأسف الموضوع مش ما يعتبرش زي ما أنا قلت هجرة رسمية. هو لو تم قبولك طبعا هو هجرة رسمية، لكن قبل كده أنت بتقدم وتنسى، ما تحطوش إن أنت مقدم وكده وتعتمد على اعتماد وممكن تبيع بيتك أو شقتك أو كده. في ناس بتاخد للأسف القرارات المصيرية دي في حاجة زي كده. أسيبكم بقى معايا دلوقتي في طريقة التقديم وإزاي إن إحنا بنقدم وإزاي بنشتغل على الأبليكيشن بتاع التقديم. تمام. الانتري بتاع الموضوع عشان نبقى عارفين الوقت من 6 أكتوبر أوكي 2021 لحد 9 نوفمبر 2021، بعد الوقت ده مش هيتقبل أي تقديمات في البرنامج ده. أوكي، عاوزين نشوف الصورة والمواصفات بتاعتها. ده مثال للصور المقبولة، زي ما انتم شايفين بيتقبل الحجاب عادي جدا، صورتك تبقى واضحة ودانك لو انت يعني شخص طبيعي تبقى ظاهرة، ما بيفضلوش ان انت تلبس نظارات، ما يفضلش ان الصورة تبقى عتمة زي كده. دي صور لأمثلة الصور فيها ظل مثلا، شادو مش مقبولة، دي صور كلها مقبولة، يعني تقدروا انتوا بقى تشوفوا الأمثلة وتعملوا زيها. تمام. هنا ده الزرار اللي هتبدأ منه ان انت تعمل بيه الستيتس بتاعتك، ان انت تدخل الانفورميشن دي، الانستراكشنز بتاعت الموضوع، لو انت عاوز تشوف الانستراكشنز بتاعت الموضوع ماشية ازاي. طبعا هيقول لك هنا important fraud warning، بيقول لك ان احنا ما بنبعتش ايميلات ولا letters على البيت ومش بنتواصل معاكم ابدا بالموضوع ده، وهم بيبقوا حريصين لان في ناس بتنصب باسم الموضوع ده. وبيقول لك ان احنا حتى لو بعتنا هيبقى من US government ومواقع زي دي، و
بس يعني دي أمثلة الحاجات عشان تتجنب موضوع الفروض. هما لا بيتصلوا بيك على التليفون ولا هيبعتوا لك إيميل. في مرة واحدة بس بعتوا إن أنت تعيد إدخال تاني نتيجة إن حصل خطأ في السليكشن، ودي كانت مرة واحدة من زمان جدا وما اتكررتش تاني يعني. ودي الوظائف المقبولة. هو بيقول لك لو انت هت qualify ب work experience لازم يكون عندك سنتين خبرة في آخر 5 سنين. ودي يعني وظائف ال US Department of Law definition requires at least 2 years training or experience at the same designated as sub zone 4 و 5 classification as specific vocational preparation. اوكي ده كلها أسئلة عامة. وهو بيقول لك ال applicant لازم يكون عنده high school education او ما يعادلها، تمام، او سنتين خبرة. اوكي يعني ده او ده او ده، ثانوية عامة يعني، ثانوية عامة او سنتين خبرة. حتى لو انت مش متعلم بيدوك اوبشن ثانوي ان انت يكون عندك سنتين خبرة. بيقولك ان الوظيفة لازم تبقى متعرفة بالمواصفات دي، وبيقولك ان انت مواصفات الهاي اديوكيشن ايه، وده مواصفات الخبرة بتاعتك، ودي الديوتيز والجوب ديوتيز والكلام ده كله اللي انت هتجيبها لو انت هتقدم ان انت معاك سنتين خبرة، لو انت ما معاكش يعني هاي سكول اديوكيشن. دي معظم الناس اللي هتقدم الدول العربية غالبا بإذن الله معاهم يعني القصة دي. ودي لو انت بقى بتعتمد على الوظيفة، قالك تروح على الموقع وتجيب الكلام ده. طبعا ان هو طالب باسبور، لازم يكون معاك باسبور، يعني لازم يكون في باسبورت نمبر، ده مانداتوري للتقديم. إلا في حالة واحدة، إن أنت مش قادر إن أنت تجيب باسبور وتقع تحت 3 من الاستثناءات. الباسبور لازم يكون valid للانترناشنال ترافل، يعني يكون فيه أكتر من 6 شهور غالبا يعني. internal passports issued by some countries are not valid for DV entry purposes. You should consider not pursuing a DV application if you listed false or invalid passport number or new DV entry, or if you selected an exemption from the passport requirement and you didn't meet the requirements for the exemption, as you may not be eligible for diversity visa and any fees you pay for the visa application will not be refunded. يعني هو بيقول لك في بعض البلاد احنا مش بنعترف بالجوازات بتاعتها، ما اعرفش دي ايه صراحة وما شفتهاش. اوكي the Department of State Regulation provides 3 limited exemption. احنا قلنا فوق ان في 3 حالات بيتم اعفائك فيها من ان انت يكون عندك باسبور. يعني ال individuals اللي هم stateless زي مثلا البدون اللي موجودين في الكويت، nationals of the communist controlled country who are unable to obtain passport from the government of the communist controlled country. يعني حاجة شبه اللجوء او الستيتلس او كده. And beneficiaries of individual waivers approved by the Secretary of Homeland Security and Secretary of the State. If you are selected one of these exceptions on your DV entry, you will be required to explain how you meet the 3 exceptions. يعني لو انت حالتك بتنطبق عليك في حاجة من الحاجات دي، هيقول لك اشرح لي انت ليه بتدعي الموضوع ده، لازم تشرح حالتك يعني. وبيقولك لو انت ما تنطبقش عليك احد الحالات دي، ما يعني ما يفضل ان انت ما تقدمش. هما دول الحالات اللي هو بيشرحهم بالتفصيل. استيتلس احنا عارفينها. if one of your DV entry you checked the box corresponding to the exemption, you must provide evidence to establish that you are unable to obtain a passport from the government of your country of nationality. لازم تجيب اثبات ان انت ليه مش عارف تجيب باسبور من الدولة اللي انت مقدم بيها. If on your DV entry you checked the box corresponding to the exception, you must provide evidence that you are unable to obtain a passport and you, the reason should receive an individual passport waiver such as a previous US visa issued on your form. عندك فيزا سابقة قبل كده، يعني حاجات بقى اثباتات انت كنت عاملها قبل كده يعني.
you should consider not pursuing a DB application. خلاص هو شرح الموضوع ده كله بالتفصيل يعني. خلينا نشوف بقية الحاجات. Application if you are selected, confirm your qualifications, submit your migration visa. ده دي الخطوات هو عطاها لك بالظبط، وفي انترفيو بيتم في الموضوع، كل الخطوات عطاها لك بشكل مبسط جدا يعني. عاوز اجيب لكم ايه تاني، في حاجة مهمة. اوكي supporting documents. اوكي كل ده مش مهم بالنسبة لي قوي، انا عاوز اشوف موضوع الصور موجود هنا ولا لأ. ايوه هو بيقولك هنا الجلاسز مش مسموحة، السايز اند بوزيشن ما ترفعش راسك فوق قوي يعني راسك. اه ده مقبول ماشي. الريزوليوشن ده المقبول، وعندك هنا اكزامبل وتقارنها، بتقدر تعمل كورب للصورة بتاعتك. هنا بيقولك an acceptable background score but using photo retouching tool entering outline okay of the head and face and neck background والchildren. ده مثال للchildren، نعطيك مثال حتى الأطفال وماشي يعني. الناس عطيها لك كل الامثله اللي انت تقدر تشوف صوتك مقبوله ولا لا. وهنا الديجيتال ايمج ريكويرمنت اهوت، دي مواصفات الصوره بالظبط، كل حاجه الدايمنشنز بتاعتها، الكالر، الفايل فورمات، الفايل سايز ما يتعداش كذا، الكومبريشن بتاعها، كل حاجه، كل حاجه انت محتاج تعملها في الصوره هو عطاها لك بدقه يعني. و اوكي وده مثال الطول والعرض والحاجات دي عامله ازاي يعني، مش محتاج اي حاجه. ده مثال للصوره اهو، صوره مطابقه يعني، وشك تبقى في نص الصوره كده تقريبا. فتقدر انت تظبط ده مع الناس اللي بتصورك، وتقدر حتى تاخد صوره لنفسك وتبدا تعمل لها ترفعها هنا وتعمل لها كور، بتقدر تعدل كل ده يعني. تعالوا بقى ندخل نعمل تقديم دلوقتي، نشوف التقديم ازاي اقدر اقدم. طبعا بيشوف انت هنا مؤهل ان انت تقدم ولا لا. سبميت. هنا قايل لك الفيرست نيم، خلي بالكم ده الفيرست نيم مثلا. انا هنا اهوت هنا اللاست نيم كان، انا حتى نفسي انا غلطت. هنا ميل بيرث اوف ديت بتاعك هتدخله، البيرث سيتي اونلي، وال يعني انا مثلا مولود في دول في بلد معينه مثلا، مثلا ليتس سي كايرو، هدخل كايرو اوكي مثلا اوكي. والكانتري وير يو وير بورن هتحطها ايجيبت، يور كانتري اوف اليجيبيليتي والنورمال بي ذا سيم از يور كانتري اوف بيرث. معظم الناس بيبقوا مولودين في نفس البلد اللي هو بيدعي عليه، بس في بعض الحالات واحد اتولد في ليبيا وهو مصري، فلازم هنا يقول لك الكانتري اللي انت هتدعي عليها ان انت فعلا يعني هتاخد عليها موضوع ده. في ناس معاها كمان اكتر من ناشوناليتي اوكي، فدي برضو ممكن تفرق هنا يعني. لو انت مثلا مولود في مصر بس معاك جنسية تانية مثلا كندية او كده وعاوز تهاجر مثلا امريكا، حالات نادرة بس موجودة يعني. فانا لو هنا قلت له نو هيقول لي دخل الكانتري اللي انت عاوزها. تمام. الباسبورت انفورميشن بقى يعني، in order to submit entry for DV lottery you must currently possess a valid unexpired passport. اوكي لازم الباسبورت يكون صالح، وهتدخل بقى اللاست الفاميلي نيم والفيرست نيم والميدل نيم والباسبورت نمبر والاكسبيريشن ديت بتاعه والكانتري اللي اتعمل فيها الباسبورت. Passport exceptions زي ما احنا قلنا في كذا حالة. I'm not required to submit passport information because I am. ده لو علمت عليها هتختار واحدة من الثلاثة دي الحالات. والفوتو هترفع الفوتو
والميلينج ادرس بتاعك اللي هو البيت، عنوانك في البيت تمام، اللي هو عنوانك البريدي زي ما بيقولوا يعني. الكانتري وير يو ليف توداي، مثلا انا واحد زيي عايش في كندا، هكتب مثلا كندا تمام. طبعا انا مش هقدم بس انا بوريكم الطريقه. الفون نمبر، دخل فون نمبر ده اوبشنال لو انت عاوز تعمله. الايميل ادرس بتاعك لو انت عاوز تدخله. وهنا وات از ذا هايست ليفل اوف اديوكيشن يو هاف اتشيفد، معظم الناس هتبقى باشلر ديجري. هنا هاي سكول، هاي سكول، يونيفرسيتي ديجري، معظم الناس تبقى يونيفرسيتي ديجري. سام جرادويت ليفل كورسز لو انت درست بعد الجامعه. وهنا ماستر ديجري، هم واخدها بالترتيب يعني. لو واحد اتخرج ودرس شويه طبعا ده بيبدي افضليه. What is your current status? Unmarried ولا married؟ My spouse is not US citizen or US lawful permanent resident. Okay. ده معظم الحالات الناس. في ناس متجوزة أمريكان فبيحط الموضوع ده divorced أو widow أو أرمل أو منفصل يعني legally separated. خلي بالكوا إن في حاجتين، في divorced وفي legally separated. يعني هو في معظم الناس في الغرب ما بيطلقوش عشان عندهم مشاكل كتير في الطلاق والكلام ده، فبيبقى legally separated قاعد في حتة وهي قاعدة في حتة. فدي نقطة تانية يعني. النمبر اوف تشيلدرن، هتدخل عدد الأولاد عندك. مثلا أنا في حالتي هقول مثلا اتنين. أوكي وكونتينيو. أنا طبعا ما دخلتش أي بيانات خالص. لما هدخل معظم البيانات دي هيوديك صفحة تانية للزوجة. الميزة بقى كمان هنا إن أنت بتملى بياناتك أنت كالمتقدم الرئيسي هنا، وفي الصفحة اللي بعدها هتملى بيانات الزوجة وتدخل وخلاص خلصنا من الموضوع كده. خلينا ندخل هنا أي بيانات، اي حاجة اي حاجة. اوكي وهنا خليه 5، سوري 6 أو 8 اي حاجة. وخلينا نقول هنا ايه مثلا، اي حاجة هنا. اوكي اي حاجة، اي بيانات، عايز بس اوريكم الدنيا بتمشي ازاي. تمام. على موقع في مواقع بتشوف الصوره بتاعتك مناسبه ولا لا، فانا عملت اختبار كده مثلا عشان اشوف صورتي مظبوطه ولا لا. تمام، حطيت الصوره بتاعتي وطلعت مظبوطه. فتعالوا بقى نكمل البيانات كده. ودي ده الموقع اللي انت بتعمل فيه الكورب للصوره. قال ان انت يور فوتو دازنت نيد كوربينج. لما هاجي هنا احط الصورة بتاعتي خلاص انا كده ما عنديش مشاكل. تمام، ودخلنا البيانات. خليني ادخل بيانات شبه يعني كل البيانات بتاعتي مش صحيحة عشان تبقوا فاهمين يعني. فهنا اي ادرس. اوكي خليني ادخل ده. للأسف السيشن انتهت، فمحتاج ان انا اجربها تاني.
انا بدخل اي معلومات يا جماعة، بس بحاول يعني افيك انفورميشن بحيث تبقى ماشية مظبوط. تمام. كده هتقول له continue المفروض. طيب عنده لسه مشكلة، ما نشوف ايه اللي هو معترض عليه. اوكي خلينا نقلبها. دي مشكلة ان انت تدخل بيانات وهمية. Family information delete spouse information، طبعا spouse female، والمدينة اللي هي اتولدت فيها، والcountry، وبعد كده صورتها، والفاميلي انفورميشن بتاع ده اللي هو الشايلد 1 تشايلد 2 والبيرثدي بتاعه والجندر، وبعد كده المدينة اللي اتولد فيها، وبعد كده البلد اللي اتولد فيها والصورة بتاعته، وبعد كده تشايلد 2 ونفس الكلام هنا بس. وبعد كده كونتينيو، هيقول لك انت متأكد من البيانات، وبعد كده خلاص تقدر ان انت تعمل سبميت للانفورميشن. ما تنسوش تعملوا لايك وسبسكرايب ودعم للقناة. اتمنى ان الفيديو ده يكون سهل، وتكونوا شفتوا ازاي بنفاليديت الفوتو، وازاي بنقدم، وازاي بندخل البيانات بتاعتنا، واكون اديتكم مثال واقعي للموضوع. شكرا لكم ومع السلامة.